شرف المؤسساتية للجامعة العربية ومدير الوزارة الوطنية. وطبعا هذه الاتفاقية نريد نذكر أن تندرج في إطار زي خارطة الطريق لإصلاح منظومة التربية والتكوين، هذه خارطة الطريق التي تمتد من 2022 إلى 2026. نعرفوا بأن بلادنا تعيش على إيقاع واحد جيل جديد للإصلاحات خاصة في المنظومة ديال التربية والتكوين من أجل يعني تأمين الحق في طول دروس الجميع في البلاد المغاربة، من أجل تجويد المدرسة المغربية، من أجل يعني تأمين الكفاية الأساسية للمتمرسين والمتمرسات. طبعا المشاريع كذلك أعطى صلاحية للجامعات المغربية تبقى الاختصاصات ديال القوانين التعليمية خاصة في مجال ديال الاختصاصات المشتركة. وفي هذا السياق يتم يعني اليوم إدرام هذه الاتفاقية الشراكة اللي تتمنى أنها توسع مستقبلا لتشمل مؤسسات أخرى. طبعا الضمود ديال الاتفاقية كما أشار إليها السيد الرئيس هي تتم يعني تدعيم وتقوية الأسواق ديال ثلاثة الوحدات المدرسية خاصة فرعية بن الصعدلة اللي تتواجد في مجموعة مدارس الصعدلة، فرعية المجرجرة اللي تتواجد كذلك في مجموعة مدارس المجرجرة، بالإضافة لمركز التوليد. طبعا العدد المدرسي يضم واحد خمسة ديال المجموعات المدرسية بالإضافة للإعدادية. نتمنى إن شاء الله أنه الجامعات هي راسها مستقبلا باش نوسعوا التعليم الثانوي التأهيلي على صعيد الجامعة. اليوم الحمد لله على صعيد الإقليم عندنا تعميم ديال التعليم الإعدادي الثانوي، جميع الجامعات الترافية فيها إعداديات. اليوم دخلنا المرحلة الثانية ديال أننا نوطنوا الثانويات التأهيلية في كل الجامعات الترافية. وطبعا الجامعات تكون مطالبة أنها تحضر وعاء عقاري واحد الوقت باش يمكن غدا تكون جاهزة باش تقدم الطلب ديال توطين ثانويات إعدادية باش تحافظ على الوليدات أنهم يستكملوا المسار الدراسي باش نوفروا لهم حظوظ النجاح باش تحاربوا الهدر المدرسي. إذا مجددا نعاود حي السيد الرئيس والسادة الأعضاء على الوفاق على هذه الاتفاقية اللي تنتمنى إن شاء الله ديال أن الأفق ديال التعاون ديالها أنه يتوسع. منير الشرقي رئيس مصلحة ديال الشؤون القانونية والتواصل والشراكة، مديرية الإقليمية ديال وزارة التربية الوطنية طبعا والتعليم العالي والرياضة. اليوم طبعا تنجو في إطار المصادقة على اتفاقية الشراكة مع جامعة الصعدلة اللي هي اتفاقية ديال الشراكة والتعاون لأجل إصلاح ثلاث وحدات مدرسية في تراب الجامعة. طبعا هذه الاتفاقية تندرج ضمن تفعيل مجال اختصاصات مشتركة لمنصوص عليها في القوانين التنظيمية المؤثرة للجامعة الترابية. وطبعا هذه الشراكة هي أفق ديال التعاون اللي يمكن كل سنة يعني نجددوها ونضيف لها وحدات يعني مدرسية جديدة للإصلاح. طبعا هذا المجال ديال الشراكة تعتمد عليه بزاف وزارة التربية الوطنية خاصة المديرية الإقليمية، لأنه مجال يسمح بتنويع مصادر التمويل وضمان الاستدامه ديالنا. احنا سنويا عندنا البرنامج المادي ديال الاصلاح المؤسسات التعليميه والتاهيل ديالها، لكن ما كافيش طبعا مطالبين احنا كمديريه اقليميه ان ننوعوا من مصادر التمويل. وتنظن هذا المجال ديال الشراكه هو واحد الافق ديال ضمان يعني مصادر جديده للتمويل والتنويع ديالها وضمان الاستدامه ديالها. وتنظن ان اللقاء ديال اليوم الى لاحظتوا كانت المصادقة بالإجماع من طرف أعضاء المجلس، وتنظن هذا الاحتضان اليوم ديال المدرسة العمومية من طرف جماعة الترابية هو مفيد جدا، وحنا في حاجة ليه خاصة مع التنزيل ديال خريطة الطريق ومع الجيل الجديد ديال الإصلاحات اللي تتعرفها المدرسة المغربية.